مرة حلوة. سؤال اليوم فلوس ادخار فاينانشال مانجمنت، كم تدخر من راتبك الشهري؟ ليتس جو. يا ريت يا ريت وين ادخر بس. ممكن 1000 شوي 1000 شيء. تقريبا 500. كثير صراحة. اوف حوالي 300 200. والله تقريبا 1000 ريال. 10% من راتب 2000. 1000 إلى 500، 1000 إلى 500. التزامات فوق 80%. فوق 80؟ صحيح. يعني توفر 20؟ 20 تقريبا. توفر 1000؟ توفر 1000. كويس، عندك يعني إدارة مالية. أكيد في. بس يعني تصرف أنت؟ وش نسوي يا أخوي؟ ما في دار على إيش تصرف طيب؟ إيش اللي طير فلوسك؟ عزوبية والغربة هذه الحالة. أوه لا، الغربة عاد معاك حق. كم بالمية يعني؟ إذا مثلاً إذا راتبك 10000 كم راح توفرين؟ صعب أجاوب. كنسبة يعتبر شيء كويس ولا أنت صريف؟ والله مو بعثر يعني، مرة أرتب أموري مرة ما أرتب أموري، لكن 1000 ريال إن شاء الله أنها تبقى على طول إن شاء الله. أنا أشوف 10% مناسبة، يعني إحنا شباب لسه في فلة في وناس كذا، ف 10% الادخار يكون مناسب. كنسبة هذا شيء كويس ولا تحس بالله توفر 2000 ولا عندك وعي مالي؟ شيء كويس، ولا أدعي إني عندي وعي في المال، لأني صراحة ما أقول لك إني كريم، بس إني ما أحسب حساب من الرازق الله. تحسها بالغصب ولا بالعكس أنت خاشها وتصرف عدل؟ لا والله بالعكس، يعني خاشها واوفرها لليوم الاسود. حلو ان الواحد يكون عنده وعي مالي من هو صغير وتبدا توفر حتى لو ريال الفسحه، وحاول تحصل البالانس بين انك ما تصير مره طماع وتجمع ولا تبذر وتصرف. سلام.